والحديث القدسي الذي أخرجه النسائي في سننه من حديث عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا إنا لنرى البشرى في وجهك يا رسول الله. قال إنه أتاني الملك فقال يا محمد أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرة، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرة. هذا الحديث القدسي أيها الإخوة ينقلنا إلى موضوع الصلاة على النبي، وأصل هذه الصلاة في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة، في بالدين أفكار، عقائد، تصورات، نصوص، هذه ينبغي أن نستوعبها وأن نتمكن منها وأن نفهمها وأن نعتقدها وأن نتبناها، لكن في بالإسلام أحوال. لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي كما قال عليه الصلاة والسلام لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. والذي أتصوره أن الذي يشدك إلى الدين هذه الأحوال التي تملأ جوانحك، هذا السرور، هذا البشر، هذا الشعور أن الله يحبك، هذا الشعور بالتفاؤل، هذا الشعور أن الله لا يتخلى عنك. ألم يقل الصحابي الجليل حنظلة: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. أيها الإخوة، قضية يغفل عنها معظم الناس أنك إذا صاحبت مؤمنا، إذا اخترت مؤمنا راقيا قريبا موصولا بالله عز وجل وصاحبته فضلا عن الحقائق التي تتعلمها منه، إنك تشتق من أحواله الطيبة مع الله أحوالا تسعدك. يعني بشكل أو بآخر هذا معنى الصلاة التي وردت في هذه الآية. لو أنك مع رسول الله فاقتربت منه، عشت معه، تأملت في أخلاقه، تأملت في أحواله، تأملت في شمائله، لا شك أنك تتعلق به، وإذا تعلقت به ارتقت نفسك. هذا شيء آخر غير العلم. لذلك قال بعض علماء القلوب: لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. وأنا متأكد أيها الإخوة أنك حينما تدخل بيتا من بيوت الله، أو حينما تدخل بيت الله الذي ألفته وتجلس في حلق الذكر، تشعر براحة. هذه الراحة غير المعلومات التي طرحت والتي فهمتها، راحة نفسية. هذا من فوائد الذكر. للتقريب، النبي عليه الصلاة والسلام مهبط تجليات الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، مهبط تجليات الله. فأي إنسان اتصل بهذا النبي الكريم أخذ من تجليات الله القدر الأكبر. على قدر محبته وعلى قدر الاتصال به وعلى قدر تصديقه يأخذ. هذا ينسحب أيضا على من ينوبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الحق للناس. فحينما تكون مع الجماعة تشعر بسعادة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إذن معنى الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي بالرحمات، بالتجليات، بالأنوار، بالسكينة، بالسعادة. يا أيها الذين آمنوا إن أردتم هذه الرحمة فكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت حينما تنتمي إلى المؤمنين
تكون معهم هناك شيء غير أفكارك التي تستقيها منهم، غير معتقداتك التي تأخذها منهم، غير التصورات الرائعة التي في القرآن وفي السنة التي تشتقها منهم، هناك حال تشعر به معهم. هذا الحال هو امتزاج نفوسهم، فالنفس الأقوى تأخذ بالأضعف، الأقرب إلى الله يأخذ بيد من تعلق به. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل لي خيرا على يد كافر أو منافق. لماذا؟ إن جاءك الخير منه وتعلقت به اشتبكت نفسك بنفسه فمسك من أحواله. والدليل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إن ركنت إلى ظالم، إن أحببته، إن أعجبك بيته، إن أعجبك منطقه، إن أعجبتك مركبته، إن أعجبك دماسته، ركنت إليه مسك النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فلذلك المؤمن يلزم بيوت الله، يلزم المؤمنين، هو معهم، يحبهم، يتعامل معهم، يصغي إليهم، يشتق من أخلاقهم. هذا معنى إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. يعني كونوا مع المؤمنين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن كنت مع الصادق فضلا عن الحقائق التي عرفتها من خلال لقائك به، هناك أحوال أنت في أمس الحاجة إليها. الناس حينما أغفلوا هذه الصحبة وقعوا في حالة اسمها التصحر، أفكار دقيقة جدا أما قلب متصحر، عين لا تدمع، قلب لا يخشع، أذن لا تسمع، في أفكار لكن ما في حب، والحب شطر الإسلام، ومؤمن من دون حب جثة هامدة، إسلام من دون حب ثقافة، عادات، تقاليد، تراث، فولكلور، والإسلام من دون حب يمل بالكلمة الصريحة، يمل. إسلام من دون حب تتناقص فيه الاتصالات. صادق أخا أقوى منك في الدين، صادق أخا موصولا برب العالمين، صادق أخا محبا لسيد المرسلين، إن محبته لهذا السيد العظيم قد تنتقل إليك. والدليل: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. اجلس أنت مع أناس معينين تشتهي أن تكون مثلهم، تقلدهم، تحب منهجهم في الحياة، اجلس مع أناس آخرين تشتهي أن تكون مثلهم. فإذا كنت مع المؤمنين تشتهي أن تكون مؤمنا، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذن ينبغي أن يكون لك مسجد، ينبغي أن يكون لك مرجع، ينبغي أن يكون لك قدوة، ينبغي أن يكون لك مرشد معلم، ينبغي أن يكون لك قلب تؤوي إليه. هذا الحب في الله هو عين التوحيد، الحب في الله عين التوحيد. ينبغي أن تحب المؤمنين، ينبغي أن تحب الصادقين، ينبغي أن تحب أولياء الله العاملين. إن أحببتهم ارتقيت إلى أحوالهم، إن أحببتهم اشتققت من أحوالهم أحوالا تسعدك. هذا كله من قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله المعطي قال: وأنا القاسم. للتوضيح أكثر، كيف أن هناك محطة كهربائية تأتيها التيارات العالية جدا 20,000 فولت، وكيف أن هذه المحطة توزع على الناس الكهرباء؟ فكأن النبي عليه الصلاة والسلام
بشكل أو بآخر مهبط لتجليات الله عز وجل. كل من أحبه، كل من أحب من أحبه، كل من قدره، كل من قدر من قدره، كل من أطاع سنته، كل من أطاع من أطاع سنته، يأخذ من هذا الفضل وهذا الفيض وهذا النور وهذه السكينة وهذا التوفيق وهذا التأييد. الله يحبنا جماعة لا يحبنا متفرقين. يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. الله يحبنا مجموعة متعاونة. ألم يقل الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في والمتزاورين في والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في والمتزاورين في والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. فالحديث القدسي الذي أخرجه النسائي في سننه عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا؟ لما الله بيتجلى على قلبك بتحس بتفاؤل، بتحس بتماسك، بتحس بمعنويات عالية جدا، بتحس كلامك سديد، نظرك خارق، تفكيرك سليم، موقفك جريء، لا تهاب في الله أحدا. لذلك الله عز وجل يدعونا أن يكون لنا صلة مع رسول الله، يعني اقرأ سيرته، طبق منهجه، انظر إلى هذا الإنسان الأول في الأرض الذي بلغ سدرة المنتهى. يا أيها الذين آمنوا، إن أردتم من هذا العطاء الكبير شيئاً فاتصلوا به. هذه الآية توجهك إلى أنه ينبغي أن تحب الإنسان الكامل الأول، إنه رسول الله. هذا الإنسان الأول كما قال عليه الصلاة والسلام: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا. هكذا جاء الحديث. فنحن عقب الأذان نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، وارزقنا زيارته وشفاعته. هذا دعاء يسن أن تدعو به عقب الأذان. إذاً مقام النبي عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الأول. قال عن نفسه بنص القرآن الكريم: فأنا أول العابدين. آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. الآن ما الذي ينبغي أن تحبه؟ ينبغي أن تحب الإنسان الأول الكامل الأول، لأن كمال هذا الإنسان استدعى أن يتجلى الله. الله مكافآته كبيرة جدا، قد لا ترى على الشبكية، تلاقي مؤمن بالمسجد، قد يكون طالب، قد يكون موظف بسيط، قد يكون كاتب، قد يكون صاحب محل تجاري صغير جدا، لكن المؤمن يتمتع بحال دقيق جدا. المؤمن يحب الله، المؤمن يأتيه من الله ما يسمى بالسكينة. آلية هذه السكينة بدي أوضحها بمثل. كيف أحياناً يكون في عنا موزع كهرباء ضخم جداً،
يتلقى الإمداد من الشبكة العامة بخط توتر عالي لا يحتمله أي بيت، 8000 فولت، أنت عندك 220، فهذا مركز التحويل يتلقى كهرباء بأعلى توتر لأنه مصمم على تحمل هذا التيار. الآن أي إنسان يوصل شريطه بهذا المحول يأخذ كهرباء 220 فولت، تلاقي بيته منار، أجهزة كهربائية، كل هذه الأجهزة تعمل بهذا التيار. فإن الله وملائكته يصلون على النبي، إنه الإنسان الأول، إنه الذي يتحمل تجليات الله عز وجل، لذلك هو أرحمنا، هو أعلمنا، هو أخشانا، هو ألطفنا. الكمال البشري متمثل بهذا النبي الكريم الذي أقسم الله بعمره السمين، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا النبي الكريم الذي ما خاطبه الله باسمه أبداً، قال يا عيسى، قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال يا موسى، أما النبي الكريم يا أيها النبي، يا أيها الرسول. هو المخلوق الأول، هو الذي بلغ سدرة المنتهى. هذا الإنسان يمثل الكمال البشري. يعني مرة قال النبي الكريم قبل معركة بدر لا تقتلوا عمي العباس، يعني في صحابي فكر لقى الكلام ما استقام معه، قال أحدنا في المعارك يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه؟ توهم أنه قضية انحياز، هذا شيء بنفسه ما تكلم ولا كلمة. ثم اكتشف هذا الصحابي أن عم النبي صلى الله عليه وسلم مسلم في مكة، وهو عين النبي في مكة، وكل أخبار المشركين تأتيه عن طريق عمه. دقق الآن في موقف النبي، لو قال عمي لقد أسلم فلا تقتلوه، كشفوا انتهت مهمته، لازلنا في أول الطريق. لو قال لو أن عمه لم يشارك في المعركة لكشف نفسه وانتهت مهمته، لو سكت النبي لقتلوا عمه مشركا. يعني ما ممكن يتكلم النبي إلا هالأربع كلمات، لا تقتلوا عمي العباس. قال هذا الصحابي بعد أن اكتشف أن عمه مسلم في مكة وهو عينه ويقوم بدور خطير في الدعوة، قال ظللت أتصدق 10 سنين مخافة أن يعاقبني الله على سوء ظني برسول الله. هذا الإنسان الكامل الأول، لأنه كامل كمالاً أعلى، لذلك تلقى أعلى تجلي من الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يعني أحياناً أيها المؤمن تلتقي بعالم جليل موصول بالله عز وجل، بتقول قعدت معه والله كأني بجنة، بيته متواضع بغرفة صغيرة، في شيء لا يرى بالعين. المؤمن موصول بالله، هذه الصلة سبب سعادته، سبب طمأنينته، سبب ثقته بالله، سبب تفاؤله، سبب رضاه عن الله. هذا المؤمن بهذا الاتصال عن طريق رسول الله يشعر بأحوال لا تنكر قيمة الحال. أنت معك قناعات ومعك أحوال، الحال مسعد أيها الأخوة. أنت دقق نفسك، أحياناً ببعض الأيام تجد نفسك نشيط متفائل واثق من نفسك، كلامك مؤثر جريء،
متماسك. أيام حتى تعرف قيمة الأحوال العالية يحجب عنك هذه الأحوال، تلاقي تميل للراحة، تميل للانسحاب من أي عمل، بتأرجئ مواعيدك، بتلاقي بيجلس معك الإنسان لا يرى منك شيئاً، بمل. فالله عز وجل إما أن يتجلى على قلبك بهذا الحال أو أن تحرم منه. الله عز وجل جعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام له دوران، دور علمي مبلغ ودور يرفع من معنوياتك. سأتي بقصة. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته مر الصديق في طريق من طرق المدينة فرأى بعض الصحابة اسمه حنظلة يبكي، قال له ما لك يا حنظلة تبكي؟ فقال للصديق نافق حنظلة، قال له ولم يا أخي؟ قال له نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. أنت لاحظ نفسك بالجامعة تلاقي حالك مرتاح، الدين قوي عندك، تتمنى حفظ كتاب الله، تتمنى تعمل أعمال صالحة، كل أحوالك بالجامع راقية ناتجة من هذا الجو الإيماني اللي بالجامع. بتروح على البيت مميئين طعام وانت جائع، بتعصب، بتحس حالك انقطعت عن الله عز وجل. يعني قال نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. فسيدنا الصديق بأعلى درجة من الأدب والتواضع قال له أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله. فانطلقا إليه وقصا عليه هذه القصة. فقال عليه الصلاة والسلام الآن كلام فيصل، قال أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. من هو النبي؟ هو المتصل بالله بشكل مستمر. قال أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، نحن كمؤمنين ساعة وساعة، والنبي عليه أتم الصلاة والتسليم اتصال دائم. أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. أما أنتم يا أخي فساعة وساعة. الآن دقق، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. النص يؤكد أن الإنسان مع رسول الله له أحوال عالية جداً، ونحن ما أتيح لنا أن نلتقي برسول الله، لكن أحياناً تلتقي بإنسان موصول بالله، والله ارتحت، كنت مهموم ارتاحت نفسي، شعرت نفسي خفيف منطلق، شعرت نفسي واثق من نفسي. هي أحوال مهمة جداً. فلذلك هذه الآية بمعنى أو بآخر تبين لك أنه لا بد من أن تكون لك صلة بهذا الرسول، إن الله يتجلى عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذه صلاة الله على النبي، صلاة تجلي، يعني يلقي في قلبه السكينة، تلاقي راسخ كالجبل، يلقي في قلبه التفاؤل، نزل من الطائف، ضرب في الطائف، أهين، كذب، قال أترجع إلى مكة؟ فقال النبي الكريم لزيد، قال له إن الله ناصر نبيه. لكان إنسان مهدر دمه، مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، يتبعه سراقة، يقول له يا سراقة، والله كلام قد لا ننتبه له، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ مهدور دمه، ملاحق، يقول له لسراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني إنني سأصل إلى المدينة وسأؤسس دولة وسأحارب أكبر دولتين وسأنتصر عليهما وستأتيني غنائم كسرى إلى المدينة، ولك يا سراقة سوار كسرى. لما الله يتجلى على قلبك بتحس بتفاؤل، بتحس بتماسك، بتحس بمعنويات عالية جداً، بتحس
كلامك سديد، نظرك خارق، تفكيرك سليم، موقفك جريء، لا تهابوا في الله أحدا. لذلك الله عز وجل يدعونا أن يكون لنا صلة مع رسول الله، يعني اقرأ سيرته، طبق منهجه، انظر إلى هذا الإنسان الأول في الأرض الذي بلغ سدرة المنتهى. يا أيها الذين آمنوا إن أردتم من هذا العطاء الكبير شيئاً فاتصلوا به. يعني مرة ثانية، مركز تحويل كهربائي عم يتلقى 10,000 فولت، مصمم على تحمل هذا التوتر العالي. أي إنسان ربط شريط بهذا المركز أخذ كهرباء. فالله المعطي وأنا القاسم. هي طبعاً بعهد النبي صلى الله عليه وسلم تلتقي به، تشعر بهذه السعادة. كان سيدنا ربيعة الذي خدم رسول الله لما يقول له انصرف إلى بيتك، ينام على جانب غرفة النبي من شدة انجذابه إلى النبي. يعني نحن ما رأينا هذه الأحوال، لكن لو أنه إنسان موصول بالله نوع من الصلة، تشعر براحة بالجلوس معه. لذلك لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. في شيء اسمه علم، في شيء اسمه حال. الحال حالة نفسية مع الله. أنا لما بكتب لإنسان رسالة أرجو أن تكون في أحسن حال مع الله ومع خلقه. أحسن حال، حال التوكل، حال الثقة بالله، حال الشعور أنه الله ما بيتخلى عنك، حال الشعور أنه الله بينصرك، الله بيحبك. هي أحوال، هذه الأحوال لا تقدر بثمن. والحقيقة أنا هذا اجتهاد مني، الذي يشدك إلى الدين ليست معلوماتك بل أحوالك. الحال شيء سمين جداً، يعني الحال بيعملك بطل. إنسان بطل، متفوق، جريء، كريم، شجاع، واثق من نفسك، واثق من ربك، متكلم، فصيح، كلها من أحوالك. لذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. يعني يجب أن يكون لك صلة به من خلال سيرته، من خلال سنته، من خلال تطبيقه. والعلماء أجمعوا على أن الآية الكريمة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طبعاً في حياته الآية واضحة، لكن بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى معنى الآية وما كان الله ليعذبهم وسنتك قائمة في حياتهم. فنحن دورنا بالآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، ينبغي أن نقرأ سنته القولية، وينبغي أن نقرأ سيرته العملية، وبناء على ذلك نحبه. فإذا أحببناه نكون قد صلينا عليه وسلمنا تسليما. هي معنى صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل صلى عليه، وأنت اتصل به ليأتيك من هذه الصلاة شيء. هذا ملخص الملخص. أنت اتصل بهذا النبي الكريم اتصال بنوع أو بنوع. بعهد النبي اتصال مباشر، نحن الآن نتصل به اتصال غير مباشر. يعني أنا عفواً أيام بقرأ كتاب لإنسان بامتلئ إعجاب به، لكن لا أعرفه، ما رأيت شكله. مرة يعني في مؤلف له مؤلفات عميقة جداً، أنا اقتنيت وقرأت فيها، تأثرت تأثر بالغ، كنت في الحج فالتقيت به. أنا اتصلت معه قبل أن أتصل به، اتصلت معه عبر كتبه، عبر فكره، عبر مؤلفاته. فأنا عم بوضح معنى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. بحياته نلتقي معه مباشرة، بعد مماته نقرأ سنته القولية، نعرف قدره، نعرف محبته، نعرف علمه، نقرأ سيرته العملية، نعرف أخلاقه مع بيته، مع من حوله، مع أصحابه، نعجب به، نحبه. هذه الآية مضمونة، إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يعني بتمنى يكون بكل بيت كتاب حديث صحيح، وليكن رياض الصالحين وكتاب سيرة حتى نطبق الآية. أنت لم تلتقي به، لكن اقرأ أقواله واقرأ سيرته حتى تحبه، فإذا أحببته تكون قد صليت عليه، وعندئذ يأتيك من هذه الصلاة المدد الإلهي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تطبيق هذه الآية بقراءة سنة النبي القولية وسيرته العملية حتى تحبه وحتى تتبع منهجه، وبعدئذ نسلم من عذاب الله. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أنت فيهم كيف يعني؟ أنت فيهم بحياة واضحة، بس أنت فيهم الآن كيف؟ أنت فيهم بسنتك، بتوجيهاتك، بأحوالك، بأقوالك، بأفعالك، بسيرتك.